شو بدي احكي؟ انت حماتك كل حماتك طلعت سلعت شو بتيجي ببالك؟ ربينا مش حماتك. الفرح يصير عندنا في الدار، والدبكه تصير عندنا في الدار، والاجتماع يصير عندنا في الدار، هاي كله بتذكرها الواحد. لا بس هون بالرحبه شو بتتذكرون بالمحل اللي انت واقف فيه هسه ايش كان فيه؟ كان يزف العريس. وين زفت العريس؟ كان زفت العريس بالرحب يهون على البر. كان يصير زفت العريس، وكان زفت العريس هناك بالرحب. زفت العريس. شو بتحب تقول لاولادك لاحفادك بهذا اليوم؟ هذا اليوم يعني فكر بمزحوا معه. اليوم رجعنا 20 سنة لورا. اليوم ذكرى من بعد النكبة، يعني صار اتذكر كأنه إسه هون خالي، كأنه خالي إسه، كأنه نسي يعني. بس نتأمل الله يجمع الشمل. بس شو بتحب تقول لجميل الصغير لابن مشير؟ شو جميل الصغير؟ شو احفظ انت؟ شو بدي اقول له؟ على الارض سحماته هو دائما بحكي له. خليك على تراثك كله، على العوده دائما بحكي له، يعني دائما بحكي له كيف كنا. يعطيك العافيه، الله يقويك، الله يحفظك يخليكم، الله يخلي لنا اياكم. هذيك المحنه نشكر الله. اليوم انت اليوم موجوده على ارضك، ارض سحماته. ارض سحماته. شو بتحسي بهذا اليوم بعد 67 سنه؟ سعادة. الله يطعمنا اياها ونرجع له. هي بيوتنا هذوك، هناك بيوتنا، شايف؟ هي ها شايفة الدب هناك، كانوا يقولوا له حارة القلعة. حارة القلعة. هناك بيوتنا. وذاكري كل إشي هون؟ شو بتشعري بهذا اليوم؟ بشعر بهذا اليوم بسعادة، اللي أنا بأرض بلادي، شو بدي أشعر غيرك؟ لكن وين؟ بس أنت مش موجودة فيا اليوم. وإذا مش موجودة بس هي بتضل بقلبي، بتضل بعقلي، مش ولدي، ولد ولدي. لازم يتذكرها. شو بتقولي للجيال الصغير اليوم، لاولادك ولاد اولادك؟ بقول لهم تمسكوا في الارض، وتمسكوا بالسمعه، وتمسكوا بالتراث تبعكم. هذا اللي بقول لهم اياه. يعطيك العافيه. مين سمعان على ارض سحماته؟ ابن قريه سحماته، تتبع لقريه سحماته. يوم استقلال اسرائيل، يوم نكبه سحماته، ما لك ان تعود في هذا اليوم؟ طبعا احنا لا شك انه احنا اهل سحماته نفتخر بوجودنا. ادمي مديرني، نفتخر بوجودي او من اهل سحماته. نتمنى طبعا انه عم السلام اولا على جميع الشعوب، وانه كل مهجر يرجع لاراضيه، ويكون في محبه بين الشعوب، ونتخلص من كل الحروب، وان شاء الله السنه الجايه يكون في حل كمان ايضا للمهجرين الداخل والمهجرين الخارج. ماذا تقول لابناء سحمات الصغار؟ اقول لهم انه تمسكوا، اعرفوا ارضكم، اعرفوا بيوتكم بسحماتة. خلينا على التواصل بين الصغار والكبار، مهم جدا كمان التواصل فينا بنات بعضنا، لان هاي كمان ايضا مهمه لنا، وان شاء الله على امل انه يظلوا هيك الالفه والمحبه بين جميع اهل سحماتة متواصله على مر السنين. هل تؤمن بالعوده يوما؟ ان شاء الله، ان شاء الله بتكون في عوده. كل انسان بياخذ حقوقه، لانه مش هوي الانسان انه هجر من ارضه وترك من ارضه وترك اراضيه مئات الدنمات من الاراضي او عشرات الدنمات. ان شاء الله بيكون في حل ونرجع لكل انسان على ارضه. ابو عدنان، عرفنا حالك لو سمحت. انا كرم علي يوسف موسى القاسم. انت من الوحيدين اللي بقيوا من اهل سحمات اللي خلقت بسحماته، وانت اليوم موجود بعد في جماعتنا. انت اليوم موجود على ارض سحماته، يوم النكبه. شو بيعني لك هذا اليوم؟ شو بيعني لك اسا انت واقف على ارض سحماته؟ هذا اليوم اللي هي العالم هاجرت، اجى الجيش لهون وطحاها، وهذا اللي صار يعني. بس شو شعورك اسا اليوم بعد 67 سنه واقف على ارض اللي خلقت فيها انت، البلد اللي خلقت فيها؟ انا بقول انا مش قاطع الامل، ان شاء الله بصير رجوع، غير هيك شو بدي احكي الواحد. بس بتحسش بيك بقشعريري جسمك برجفش؟ الا مالي. اليوم انت حواليك الارض، يعني تقدر تقول لي انو زاوي كان بيتك هون؟ انو محل تقريبا هيك لفوق؟ بعد فوق وين التربه، يعني احنا حارتنا كلها فوق. احنا العيله كلها البيوت حد بعضها لس حافظ كل حافظ كل بيوت العيله البلد. بعدك حافظهم لسه؟ وين يعني؟ هو مثلا شو كان فيه هون موجود؟ هاي البركي. البركي. وهاي هون الرحبي. فاهم؟ هاي الرحبي موجوده كانت هي بعد. هون يعملوا العراق. وين انت واقف بالضبط؟ شو موجود كان؟ لسه هاي هون كانت بيوت. في واحد اسمه محمد عبد الوهاب. هو عبد الوهاب وله ولد كان يتعلم معاي بالمدرسه هون.
الصف الرابع كنا، اسمه حسن عنده بعرف شو مرة كان ذاك الولد بعرف شو صار، وحديه هون من شرقة كانت حكورة في دكاكين، حديه الحكورة من شرقة في دكان إلى واحد اسمه نجيب وسامي أم الميركة حتى هدول الجماعة هسا، وفي دكان الأورم وفي دكان علي نجلة هذا كان منه حلاء ومنه لحام. شو بتحب بتقول للأولاد الصغيرة زي هذا الولد اللي أكيد أهلي من سحماتة وجده من سحماتة شو بتحب تقول لهم بهيك يوم؟ أنا بهديهم إنه وتكونوا أنتوا إيه يعني إحنا الجيل منا نموت، أنتوا أشعروا إنه هاي البلاد هاي بلدكم هون ما تنسوها ما تنسوها ولا ممكن بس كنت تنسوا بلدكم. الله شكرا. اسمي موسى محمد موسى من ترشيحة. قديش عمرك؟ عمري 12 سنة بصف السادس. انت عارف وين اليوم موجود؟ اه طبعا. وين؟ سحماتة. اللي هي شو بتعني لك سحماتة؟ سحماتة هي ارضي وارض جدادي وارض اهلي وارضنا كلياتنا، و يعني بتضل ارضنا وعايش بدمنا ومش رح نتركها، وحتى لو عمروا فيها واخدوها وهجروا اهلها وكل اشي بتضل بقلبنا سحماتة، وإن شاء الله بيوم من الأيام نرجع. عندك أمل إنك ترجع؟ آه طبعاً عندي أمل إنه هذا اليوم بالذات شو بيعني لك؟ اليوم هذا اليوم بيعني لي إنه اليوم زي اليوم زي بنحس إنه اليوم عيد الأرض، يعني اليوم هاي الأرض هاي أرضنا اليوم عيد زي، وإحنا هون كنا مجتمعين عيد النكبة. شكراً. عرين مخول من البقيعة، اليوم انت موجودة على ارض سحماتة بيوم النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني، شو بيعني لك هذا اليوم وليش جاي لهون انت بالضبط؟ هذا اليوم كل اشي بيعني لي فيه، بما انه قضية اللي هي بتخصني وبتخص اهل بلدي وبتخص شعبي وبتخص كل شيء فينا احنا ككل موجودين هون. بقدرش افسر كل شيء يعني، بس كل شيء يعني انت من البقيعة اصلك من البقيعة، شو بخليك تيجي على سحماتة قرية مهجرة؟ حتى لو انا بالبقيعة سحماتة هي كمان بلد من وطني من بلدي، وبتهمني وبتهم تاريخي وبتهم تاريخ اجدادي وشعبي، قضية اللي هي مستحيل يعني تنتسى او اي وهل عندك امل اليوم يرجعوا اهل سحماتة لبلدهم؟ والعيش بكرامة. الحقيقة في هذا العصر الرديء الذي تعيشه أمتنا العربية، في هذا العصر الصعب، في هذه الفترة الصعبة التي أصبح العربي فيها بمجرد الحفاظ على مكانه والتواجد في مكانه والتواجد على وطنه أصبح بالنسبة للعربي تحدي كبير، وللأسف ليس فقط في على أرض فلسطين إنما على كثير من أراضي وأوطاننا في الدول العربية. في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكلمة حتى الكلمة الصادقة تحدي كبير، في هذه المرحلة الصعبة أتينا سوية معكم إلى سحماتة لنؤكد على حقنا في هذا المكان، لكي نؤكد على حقنا بالعودة إلى مدننا وقرانا، وأن نؤكد على أهمية الكلمة في المسيرة النضالية مسيرتنا النضالية. يعني قد بعد كل هذه السنوات 67 عام من التهجير، 67 عام وشعبنا مشرد في جميع أصقاع الأرض، 67 عام وما زالت شعبنا وكل أمتنا العربية تعيش حالة من التفتت والتفسخ، مقومات الأمة فيها منتهكة، لا أمن قومي ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا سياسي، حالة خطرة من الشرذمة. في هذه المرحلة بالذات نحن بأمس الحاجة للموقف للتمسك بالأرض، وأيضا بالتمسك بالكلمة الصادقة وبالموقف الصادق. دمياها حماياها ودمع القهر فوق الخد، أحاطوها بأسلاك العبودية وشادوا بينها سدا وبين الشمس شادوا سد، ولفوها بزنار من البارود وحطوا شعبنا في القيد، ولكن ليس فينا عبد، مساكين لقد خدعوا بصمت الرعد.
سنحملها بلا يأس جراح المجد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد، ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني بأسناني، ولن أرضى بديلا عنه ولو غلقت من شرياني شرياني. أنا باق أسير محبتي لسياج داري للندى وللزنبق الحامي. أنا باق ولن تقوى علي جميع صلباني. أنا باق سأحمي كل شبر من ثرى وطني بأسناني. جسر العودة، أحبائي برمش العين أفرش درب عودتكم، برمش العين وأحضن جرحكم، وألم شوك الدرب بالكفين، ومن لحمي سأبني جسر عودتكم على الشطين. المصلوب، أحبائي أنا بالورد والحلوى وكل الحب أنتظر، أنا والأرض والقمر وعين الماء والزيتون والزهر. وفتح جرحي بعد ما كان جامع، وانا مثل الفقير بباب جامع بنات الخيرين اهل العطر. هذا ابوي قاله صالح دوخي، مشان تعرفه ابوي اللي قاله للصحفي، حطوه بالجريده. طيب والله